مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع خاص طريقة تسويق الأرانب، خصوصا في هذه الفترة اللي احنا فيها. هي في حقها طريقة ذكية لتسويق الأرانب. انا ديما كندير الفيديوهات كنبغي ندير موضوع الساعة. موضوع الساعة وشنو هو؟ وهو ان هذه الأزمة ديال كورونا يعني بحق دارت واحد يعني أزمة لجميع القطاعات بما فيها الأسواق. الأسواق مابقاوش خدامين، يعني ما كاينش أسواق خدامين، كاين غير الحوانت اللي بقاو خدامين، يعني غير الحوانت اللي ممكن أنهم يبيعوا. فكرت أن هذا القطاع اللي احنا دايرينه يعني كمربي أرانب، يعني ها هما الخلفات وجدوا، يعني والتسمين كاين الرؤوس، يعني تبارك الله موجوده، ولكن حنا كنا كنبيعوا في السوق. يعني شحال من واحد كيبيع في السوق؟ منين تسدوا الاسواق، يعني السوق الاسبوعي ولا السوق اليومي، يعني ما بقاوش الناس قادرين انهم يبيعوا في الاسواق. سموقع وقع باللي تراكم ديال السلعه. انا دابا عارف باللي كاع الناس اللي كانوا دايرين التربيه ديال الارانب راهم واقعين في هذا المشكل ديال ان السلعه كاينه، ولكن كي غادي يديروا باش يسوقوها ما لقاوش لمن يبيعوا. واش غادي يبيعوا للجيران ولا غادي ياكلوا هما؟ كاين ممكن ان يكون عندك اكتفاء ذاتي، يعني الانسان يولي ياكل هو، يعني هو ووليداته والدار ديالهم، وممكن ان الجيران، ولكن بالنسبه يعني للناس اللي كيشريو العلف بما فيها السيكالين، بما فيها يعني جميع الانواع ديال العلف، ممكن يكون الدراش، الشعير، الخبز كارم، اي حاجه، هذاك الشيء خصو فلوس. ما يمكنش ان الواحد غادي يبقى يربي ارانب وغادي يعني يبقى يصرف من جيبه، بالعربيه يبقى يصرف من جيبه، ولا اذا هذه الحلقه درتها الناس اللي حصلوا في هذه القضيه. هذه انا جربت واحد يعني فكره ذكيه، وهي انني درت على جميع الجزاره واعطيتهم النماري ديال التليفون، النمره ديال التليفون ديالي، وبقيت كنفرق عليهم النمره ديال التليفون، بحيث ان كل واحد خاصو شي، لان دابا حتى هما يعني الجزاره ما كيبغيوش يشدوا السلعه عندهم، لان دابا في اللقيته يعني الله يحسن العون ممكن انه يشد السلعه وما تمشالوش، يعني تبور كما حنا كنقولوا. هي في هذه اللقيته ديال هذا النهار بالذات، انا بعت تبارك الله يعني في الايامات ديال يعني نصف في رمضان وليل 27، هذا اللقيته هذه الناس كيبغيو يشريو فيها الارانب ويذبحوهم، ولكن هذه غير يومين، يعني نص و 27، كيفاش غادي نديروا اننا نبقاو يعني متواصلين مع هاد الناس باش يبقاو يديو علينا السلعه؟ كيفاش؟ وهي انكم تدوروا على جميع الجزارين اللي عندكم في البلاد ديالكم، وتفرقوا عليهم الماري ديال التليفون ديالكم، باش الا شي واحد خاصو شي يعني ارنب ولا جوج ولا ثلاثه ولا على حسب الطلب، يتصل بك وتمشي لعندو وتبيع له. بالنسبه للاثمنه، احنا في هاد يعني في هاد الايامات هادي راني بعت ب 35 درهم. 35 درهم راه يعني ماشي طاح بزاف، ماشي طلع بزاف، يعني هذا هو الثمن العادي كيتراوح. هنا في المنطقه الشرقيه كيتراوح ما بين 33 درهم حتى 35 درهم. في المنطقه الغربيه انا عارف باللي اتصلت بناس يعني كيبيعوه بكثار من هاد الثمن هذا، ولكن المنطقه الشرقيه لان كاينين بزاف اللي كيديروا تربيه الارانب، وبحال اللي كاين العرض اكثر من الطلب، عليها عندنا هذا المشكل هذا ديال ان الثمن شي شويه رخيص. يعني انا عارف بلي ان شاء الله هذه الازمه ديال كورونا غادي تحيد، ولكن في هذه الفتره هذه حاولوا انكم تتعاملوا بذكاء مع الوضع. منين شفتوا الاسواق ما كاينينش، دوروا على الجزاره واعطيهم النمره ديال التليفون ديالكم، يفرقوها كالنماري، وتا شي واحد اذا كان خاصو مباشره سيروا وذبحوا واعطيوه يبيع، يعني باش تروج القضيه وباش التربيه ديال الارانب ما توقفش، ماشي تبقى حاصله في طريقه ديال التسويق، لا
سيدي ربي كيقول لك سعى يا عبدي وغادي رزقك، يعني خاصك تتحرك وتكون سبب انك انت جريتي للرزق ديالك. ان في هذه الايام في الحقيقه راه الا لاحظتوا راه ما كاينش امراض، الحمد لله ما كاينش امراض ديال الارانب، يعني ما كيموتوش بزاف. حاولوا انكم تستغلوا هذه الفرصه وتطوروا المشروع ديالكم يعني في ظل هذا المشكل اللي راه كاين ديال كورونا. انتم حاولوا انكم تردوه يعني في الفائده ديالكم، ماشي ضد، يعني تردوه يعني انكم تستافدوا من هذه الفتره هذه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راهي سهلات. ما تنساوناش بجرجيم تكيو ولا زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.